السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيدايرين؟ كيدايره مع الصحه؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. واليوم باش تكون بعد فيديو جديد كما كتشوفوا خوتي خواتاتي. اليوم غادي نجدوا على عصير ديال الكاكي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، هذا هو الكاكي، هذا الموسم ديال الكاكي هنايا في فرنسا كما كتشوفوا موجود في المارشي. هادشي بغيت نقول لكم، وواحد العصير بدون سكر. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. كما كتشوفوا بسم الله توكلوا على الله، مغسول نحيدوا لي هذه هيلو. شوفوا غادي نقطعوه دوائر خوتي خواتاتي. طيب ما شاء الله، شوفوا خوتي خواتاتي واش عرفوا طيب الا فيه هاد النجيمه. خوتي خواتاتي تقدروا ديروا به عصير، تقدروا ديروا به كيكات، تقدروا به طحتو. وخوتي خواتاتي تقدروا ديروا تحت الكاكي، راه درتو ودوزوا الفيديو ديالي كلشي تشوفوه. وخوتي خواتاتي وغادي تشوفوها حضرتها بواحد الطريقه جميله جدا، جات ما شاء الله زوينه. شي كنت نقول لكم خوتي خواتاتي، هذا هو الموسم ديال الكاكي ما شاء الله، كما كتشوفوا كيما موجود في السوق. وهذا العصير درتو انا، وغادي تشوفوه في الفيديو مع درتو مع الافوكا، وغادي تشوفوه ان شاء الله. هادشي بغيت نقول لكم. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، عندنا هنا الروبو ديالنا هو هذا طحان. بسم الله، بقى واحد شوية ديال القلب ديالها، غادي يبقى خضر اللي هنا هنا نحيدو. الحليب ديالنا خوتي خواتاتي، دابا كما كتشوفوا خوتي خواتاتي حنا كنكبوا الحليب. عينكم ميزانكم، اش نقول لكم، انا خدت شويه غادي نخلي باش نخلط، والا خاصني غادي نزيدو. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي. بسم الله تبارك الله. الناس اللي كيحليو العصير كنصحهم يديروا فيه هذا اللون، هو هذا كما كتشوفوا خوتي، راه فيه السكر. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، هاد السكر تا هو راه سمحوا لي عفوا خوتي خواتاتي، هاد دانون راه فيه السكر. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، والناس اللي عز عليهم يحليو يديروا العسل يتفاداو السكر. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، انا ما غنديروش، ما كنديرش السكر في العصير. العصير خوتي خواتاتي كما كتشوفوا انا ما درتش السكر، وكما كتشوفوا الكاكي راه فيه واحد الحلاوه ديالو. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، ودابا غادي نكملوا نطحنوا العصير ديالنا. غادي نوريكم خوتي خواتاتي، انا كيعجبني العصير يكون خاطر ما يكونش فيه الحليب بزاف كما كتشوفوا ما شاء الله، هو هذاك خوتي خواتاتي. ودابا غادي نجيب الكيسان ديال العصير باش نقدم لكم بالشكل النهائي ان شاء الله. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي طحنا العصير ديالنا ديال الكاكي، دابا نخويوه ما شاء الله. شوفوا خوتي خواتاتي ما شاء الله. خوتي خواتاتي بصحتكم، والمرات الحامله اللي سمحوا لينا بزاف حنا شهيناهم. بسم الله. واعر والله الا واعر العصير. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، شاركت معكم العصير ديالي كما كتشوفوا، هو هذا جا خاطر ما شاء الله وبنين ما فيه السكر. هادشي بغيت نقول لكم خوتي خواتاتي، فيه السكر ديال الفواكه. هادشي بغيت نقول لكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو خوتي خواتاتي. الى اللقاء ان شاء الله مع الفيديو المقبل. مع السلامه، الى اللقاء.